وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد عبر الهاتف مباشرة مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب السيد عمر الفرحان. أهلا بك سيد عمر. أهلا وسهلا بك. بداية سيد عمر، كيف ترى مواصلة احتشاد المتظاهرين في جميع ساحات الاعتصام بالمحافظات المنتفضة رغم مرور أكثر من 3 أشهر على بداية ثورة تشرين وما تخللها من عمليات قتل واختطاف ممنهجة؟ هذه الأيام تؤكد للعالم أجمع بأن هذه المطالب هي مطالب حقيقية ومطالب مشروعة وولدت من رحم المعاناة التي يعيشها المدنيون في العراق، وبالتالي هذه التظاهرات جوبهت في النار والحديد، ولا يوجد هناك أي تدخل دولي ولا يوجد هناك أي مساعي حقيقية من قبل الحكومة في تنفيذ هذه المطالب أو الإسراع في تحسين العملية السياسية وإلغاء القرارات المجحفة وإطلاق سراح المعتقلين وتحسين الخدمات والبنى التحتية وغيرها من المطالب التي يريدها المتظاهرون. وبالتالي هذه المظاهرات بأجملها تكون هناك يعني انتهاكات خطيرة تنتهك هذه القوات الحكومية تجاه المدنيين الذين يطالبون ليلا نهارا جهارا القوات الحكومة والمجتمع الدولي بأن هذه العملية السياسية باتت شبه يعني غير صالحة للتعامل معها، وأن هذه العملية السياسية أساءت العراق والعراقيين، ولا يمكن بأي حال من الأحوال القبول بهذه السياسات الخاطئة والممارسات. طيب سيد عمر، العنجهية التي قوبلت بهذه التظاهرات. نعم سيد عمر، في إطار استمرار النهج القمعي المتبع منذ بداية الثورة، برأيكم ألم تخشى الميليشيات من صبها مزيدا من الزيت على نار الشارع الغاضب أصلا بعملية الاغتيال التي طالت الشهيدين الصحفيين أحمد عبد الصمد وصفاء غالي في محافظة البصرة؟ هذه عملية الاغتيال للصحفي وزميله المصور هي بمثابة مسمار أخير في نعش حرية الصحافة في العراق، وهذه العملية وغيرها من العمليات هي يعني بتواطؤ حكومي وما كما أشارت معلومات لدينا بأن هذه العمليات عمليات الاغتيال تتم بتنسيق مسبق ما بين القوات الحكومية وما بين الحكومات المحلية وبين هذه الميليشيات بإعداد قوائم من الناشطين والصحفيين والبارزين في هذه التظاهرات، ويتم تصفيتهم بشكل مباشر وبشكل تدريجي حتى أن هذه العمليات الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين والناشطين باتت مكشوفة للعالم بأن هذه من تديرها هي الميليشيات، ولا تخشى هذه الميليشيات أي عقاب بأن هذه الميليشيات هي المسيطرة على الوضع في العراق، هي المسيطرة على الحكومة، هي المسيطرة على والتحكم في الشأن العراقي، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون هذه الميليشيات في يوم ما في هذه الظروف بأنها مساءلة من قبل الحكومة، لأن كما تعرفون بأن هذه الحكومة أصحاب الحكومة هم قادة ميليشيات وهم ينفذون أجندة خارجية وهي معروفة الأجندة الإيرانية بتنفيذ هذه المشروع في العراق، وبالتالي الميليشيات لا تتم نصبت الزيت أو احترق العراق أو قام قيامته أو بأي دمار يلحق العراق، لا تهتم هذه الميليشيات ولا الأحزاب الحاكمة ولا الحكومة ولا بعض الدول الإقليمية في هذه القضية، لأنها هذه هي من تتحكم بالمشهد الآن، والتظاهرات والإعلاميين عندما خرجوا فضحوا هذا المشروع وفضحوا هذه العملية السياسية وفضحوا هذه الميليشيات، وبالتالي لابد أن تقوم هذه الميليشيات بتصفية من عرى هذه العملية السياسية وفضح وكشف المستور في هذه الحكومة وغيرها من الحكومات التي أعقبت الاحتلال الأمريكي وتنفذ الاحتلال الإيراني في المنطقة. نعم سيد عمر، مراكز حقوقية عديدة أدانت عملية اغتيال الشهيدين الصحفيين
برأيكم هل ستأخذ هذه القضية بعدا آخر أم أنها ستضاف إلى قائمة طويلة من عمليات القتل والاغتيال والإخفاء القسري التي ترتكبها الميليشيات بدون حساب أو رقيب؟ طالما يعني ونكررها ونقولها مرارا وتكرارا، طالما أن هناك فيتو وهناك تغطية دولية، والمتدخل في هذه الحالة وفي الحالة العراقية هي الولايات المتحدة الأمريكية. التنديد يدين، التنديد مقبول، التنديد يعني يراد منه في هذه اللحظة، ولكن هل هناك خطوات عملية من قبل المجتمع الدولي في محاسبة العراق أو الحكومة في العراق ومحاسبة ومحاكمة المجرمين في هذه الانتهاكات الخطيرة التي هي تعد أصلا في هذه المنطقة في هذه الحادثة بأنها انتهاكات جسيمة تهدد الأمن والسلم العالميا؟ وبهذه النقطة تتخذ مجلس الأمن والمجتمع الدولي الخطوات الحقيقية في إيقاف هذه الجرائم؟ ومنذ 2003 وإلى اليوم لم تكن هنا خطوات جدية ولا حقيقية سوى التنديد والقلق الدولي إزاء هذه الانتهاكات الخطيرة بحق الإنسان العراقي. وكما هو معلوم إذا ما أرادت القوى الكبرى والمجتمع الدولي في تفعيل هذا الملف فإنها سوف تكون هناك حسابات ومحاكمات بحق هذه الانتهاكات، ولكن إلى الآن لا نرى أي تحرك دولي إزاء هذه الانتهاكات. نعم، وصلت الفكرة. كان معنا من بغداد عبر الهاتف مباشرة مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب السيد عمر الفرحان، شكرا لانضمامك إلينا.